زول تيم السويني يتما يتما كني غير دلغ المقرد الفستيفال السينما ايميغراسيون المقرد اللي تنيكي غتا سكواس غيد غوغادير تيلي قيس توك تيناظور نومادال ديناظور نتمورت نتمورت المروك دي ميد نتسقيوين دو غادير لكنين لغيد نشارك غيت سيال الكورميتراج اللي تيكان لو طون دو ميراكل اللي ديسفوغ قماتنا الحسين الشكيري يشارك ختوك تا لي فيستيفال واد غير هاد الفيستيفال هاد ويس سنات ولا يزري غيد غوكادير دانت منا يسوسمي دان دايتو يسوسمي دنايتو غادير داي يسوس كلشي تنميرت نون تنميرت نوك دو دنا اي ام تي في ايوز نون ارتيكل تيرنيت. على السؤال اللي كيتطرح علينا وان من كنديروا هذه الافلام واش باش نبقاو في المهرجانات. السينما هي صناعه، السينما هي واحد الدوره اقتصاديه، واحد المجموعه ديال خصها استثمار، خصها صناعه، خصها اليات، خصها تكوين مهني، خصها هذا الشيء لا كيتوفر. لكن الاستثمار في السينما ما عمره كان. علاش؟ لانه واحد الاستثمار يعني خاسر في الاول. كيف يكون الان يعني الفيلم يعني مقارنه ديال 10 سنين وبعد تقريبا المليون مشاهد، وصلنا تقريبا للمليون مشاهد. الان الافلام اللي كانت يعني كنطبلوا ونغيطوا بها بانه هي الاولى في البوكس اوفيس ما كتفوتش 30 الف 40 الف. واش كتعرفوا باللي 30 الف ما يعني ما كتخلصش نسخه ديال يعني الارباح ديال والمداخل ديال السينما، ما كتخلصش نسخه ديال العرض في السينما. شكون هذا المستثمر اللي غادي يزيد؟ اذا لمن كنديروا هذا السينما؟ هذه اسئله. كنعرفوا بان السينما هي الذاكره الحيه ديال كل مجتمع، تاريخ ديال التاريخ، تاريخ ديال الاحداث، تاريخ ديال يعني واحد الهويه ديال واحد المجتمع. واحد المجتمع اللي ما عندوش سينما ديالو يعني مجتمع يمكن ما موجودش. انما حان الوقت لتفعيل هاد التفعيل وللتفكير جديا في المشاكل اللي كتعاني منها السينما المغربيه. فيلم الاندلس مون امور تيمته الاساسيه هي الهجره السريه، ولكن هناك اشياء اخرى داخل الفيلم. يعني من خلال قصه الفيلم حاولنا نهضروا الشباب اللي كيحاول يحرق، حاولنا كذلك نهضروا على نطرحوا اسئله من خلال هاد لافيكسيون. علاش هاد الشباب كيحرق؟ فين كاين الخلل؟ واش في السياسي؟ واش في الديني؟ واش في التعليمي؟ كذلك هضرنا على اشياء اخرى كالمخدرات وبشكل عام يعني كنهضروا على العلاقه بين الشمال، بدول الشمال ودول الجنوب. يعني هناك حديث عن حقوق الانسان في اوروبا وكذلك، ولكن حق التنقل هو حق من حقوق الانسان. دونك يعني هاد الانتقاء في الهجره شويه انا كي يعني كيزعجني، يعني كياخذوا من دول الجنوب اللي بغاو وكيخليوا اللي بغاو. ملي كتبغي تملا واحد الكوب كتملؤه بنقطه بنقطه حتى كيتملا. يعني السينما هي اضافه، ممكن كما قلتي الاعلام يقدر يساهم، الكتابه بشكل عام يعني الادبيه، ولكن للاسف احنا عندنا ما تيقراوش بزاف. يعني الكتاب مشكل اخر. كتبقى يعني كيبقى العمل السينمائي او السمع البصري، لان تقدر في هذا الاتجاه تدخل حتى التلفزيون اللي تيقرب المشاهد والمتلقي مجموعه من المشاكل. الان كاينه مجموعه ديال المهرجانات، ولكن خص اي مهرجان خصو اللي عنده واحد الهويه، ولا ما عندوش هويه تيولي كيشبال بزاف د المهرجانات. وهذا المهرجان عنده هويه لانه اختار يشتغل على الهجره. لهذا المهرجان دور كبير، حنا كنتمنوا له انه يكبر، انه تولي عنده صيت يعني اعلاميا ودوليا احسن.
اولا شكرا على الاستضافه، حتى انا ليا شرف كبير انني نتلاقى مع الجمهور ديالكم ونتكلم معاهم. قبل ما نجاوب على السؤال ديالك، كنبغي نقول بلي اي مهرجان الا هو في حد ذاته اضافه، لانه كيتعتبر بلي كيكون واحد التفتح على افاق اخرى وعلى ثقافات اخرى، وبالخصوص كنتعرفوا على ما يسمى بالسينما الاخر، يعني ما كنبقاوش محدودين في اطار واحد السينما اللي يمكن غالبا عندنا هي مثلا شنقول لك السينما الامريكيه او السينما المصريه او لا ملي كنا صغار السينما الهنديه، ولكن ما كنعرفوش بلي راه كاينين سينمات اخرين، يعني كل واحد عنده الطابع الخاص. نقدر نقول انا في الدوره الان الثامنه وانا كنحضر المهرجان الاكادير، كانت فرصه انني تعرفت على عدد كبير ديال بالخصوص المغاربه المقيمين في الخارج، فرنسا او بلجيكا او هولندا او المانيا وغير. قبل كل شيء انا كنشكر شكر كثير الناس اللي قاموا على هذا المهرجان، مهرجان السينما والهجره، كنشكرهم على هذا المهرجان، لان هذا المهرجان بدا كياخذ واحد الطابع كبير بزاف، يعني ما بقاش مهرجان اكادير ولكن فات الحدود ديال اكادير والمهرجان تقريبا على المستوى الوطني ولا كذلك على المستوى العالمي، بحيث كنشوفوا على ان واحد العدد ديال الافلام من خارج المغرب كتجي، وكثير شي افلام اللي هي فيها ممثلين مغاربه او مخرجين مغاربه اللي ما كيعيشوا في الهجره. هذا شيء جميل لانه بالنسبه لنا حنايا اللي هنا في المغرب واحد الثروه زايده. هذه الثروه شنو فيها؟ هذه الثروه فيها واحد نوتر كرياسيون، واحد الرؤيه اخرى، واحد الرؤيه اخرى زايده، نوتر ايكول، نوتر سيستيم، واحد السيستيم اخر ديال واحد السينما اخرى، بواحد العقليه مغربيه اللي عاشت في اوروبا. هذه يعني ثقافه بالنسبه لنا زايده، واذا هذا غنى اخر وثروه زايده بالنسبه للسينما المغربيه. كتبقى دائما هذه السينما مغربيه لو انها جايه من الخارج، لان اللي فيها مغاربه واللي كيقوموا بها مغاربه وانتاج ديال مغاربه.